بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول محاضرة بعد الميد تيرم. هنتكلم، إحنا كنا وقفنا عملنا valuation للبوند، هنتكلم عن valuation لل الإيكويتي. ممكن تبقى preferred stock أو common stock. preferred stock represent a perpetuity having no maturity date. الستوك عموما سواء كانت preferred stock أو common stock ملهمش maturity date، ملهمش فترة استحقاق محددة، وبالتالي بنقول إن هما perpetuity يعني هم أبدي. It has a fixed dividend payment، بتدي للستوك هولدرز fixed dividend. It has no binding contract obligation of interest on debt. هي ما عندهاش أي التزام بأنها تدفع interest زي ال debt، زي ال bond زي ما احنا شفنا. Paying a hybrid security, it does not have the ownership privilege of the common stock. احنا عارفين ان ال preferred stock بتتميز عن ال common stock إنها بتاخد fixed dividend. ممكن انه الكومن البريفرد ستوك ممكن تتحول، يعني تكون قابله للتحول الى كومن ستوك. The legal provision that could be enforced on debt. وهي طبعا تعتبر انها يعني في وجه شبه بينها وبين الديت، انها دي بتدي fixed dividend، بتدي fixed كوبون اللي هي البوند. لكن طبعا هي لو يعني لا قدر الله ما قدرتش الشركة تدفع الديفيدند بالنسبة للبريفرد ستوك، ما لهمش حق ان هم يطالبوا بإشهار إفلاس الشركة زي البوند، وبالتالي ما عندهمش نفس القوة اللي هي بالنسبة لأصحاب البوند عشان هولدرز. هي perpetuity preferred stock بنقول ان هتبقى الـ intrinsic value أو الـ price بالنسبة للـ preferred stock هتبقى عبارة عن present value للـ dividend اللي بتحققها. وعشان هي كل الـ dividend إنها متساوية، وهي نجيب لها present value لكل dividend إلى ما لا نهاية، فلو إن حسابيا إن طالما إن المقام هيقول إلى ما لا نهاية، هنلاقي في النهاية إن القانون هيوصل إن هتبقى بالشكل ده. الفورميلا هتبقى كده، هتبقى الـ price بالنسبة للـ preferred stock هي إن احنا بناخد الـ dividend، ودي الـ dividend قيمة ثابتة متتغيرش من سنة إلى أخرى، نقسمها على الـ K، والـ K هنا هي دي اللي بنقول عليها required rate of return اللي هو معدل عائد اللي هيطلبوه الأصحاب الـ preferred stock، اللي هو بنقول عليه هو ده معدل الخصم. تمام. فبدل ما كنا بنجيب قيمة حالية، لا، لقينا طالما إن القيمة الحالية في حالة اللا نهاية تقول في الآخر إلى K على طول. فإذا القانون سهل قوي إن احنا بنحسب بيه الـ price بالنسبة للـ preferred stock، إن هي عبارة إن احنا بناخد دي على كي، الـ dividend على الـ required rate of return بالنسبة ليه. الـ كي طبعا هو required rate of return اللي هو نفسه الـ discount rate اللي هو كان معدل الخصم، اللي هو المعدل العائد المطلوب على مين، للـ preferred stock أو أصحاب الـ preferred stock. فاحنا بنعمل نجيب لها discount rate اللي هي ال K، وبنجيب لها present value لل dividend. لكن عشان تقول إلى ما لا نهاية، فلابد هي دي الفورمولا اللي هنستخدمها. طيب مدي تمرين بسيط، بيقول لي assuming إن ال annual dividend كانت 10 دولار and the stockholders requires a 10 rate of return، بيطلب عائد 10%، the price of the preferred stock would be، هيكون ايه؟ هناخد الدي على ال K، الدي اللي هي 10 دولار ديفيدند، ودي ثابته لان احنا قلنا ان بريفرد ستوك بياخدوا فيكسد ريتيرن، نقسمها على ريكوايرد ريت اوف ريتيرن اللي هي 10%، هيديني 100 دولار، ده اللي هو البريفرد ستوك برايس. If the rate of return required by a securities holder change, the value of the preferred stock also change. سعر الورق هيختلف باختلاف الـ K، الـ K اللي هي مين الـ required rate of return. لو معدل العائد، لو زادت الريسك بالنسبة للشركة دي والـ required rate of return زاد، هنلاقي إن سعر السهم ينخفض، ولو الـ preferred stock
ده كان مخاطرته قلت وبالتالي هيطلبوا required rate of return هيقل، هنلاقي ان سعره يزيد وهكذا. فبيقول لي the longer the period، طبعا كل ما تزيد الفترة of the investment the greater the impact of the change in the required rate of return. كل ما هتزيد فترة الاستثمار في السهم ده اللي هو البريفرد ستوك، كل ما هيبقى فيه احتمالية ان تتغير الكي اللي هي required rate of return، ولما تتغير المقام اللي هي الكي هيتغير قيمة السهم او سعر السهم. with perpetual security the impact of maximum is at the maximum assuming ان that the required rate of return has increased. احنا كان في التمرين اللي فات بيقول لي 10%، قال لي ان هو زاد بقى ب 12%. the value of the preferred stock تفتكروا لما يزيد ال required rate of return اللي هو معدل الخصم لما يزيد يحصل ايه لسعر السهم؟ ينخفض طبعا، تمام. فهنلاقي ان سعره بدل ما كان ب 100 دولار بقى ب 83.33 دولار، سعره انخفض لان الكي اللي احنا بنقسم عليها زاد. كل ما تزيد المخاطرة يزيد معدل العائد اللي هيطلبوه، يبقى يزيد معدل الخصم، طالما ان معدل الخصم زاد ينخفض سعر السهم. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ان حصل ريديوس لو الكي انخفضت من 10 لـ 8، هنا كانت زادت كانت انكريز لـ 12، لا لو هي بقى انخفضت الكي لـ 8 هيحصل ايه للبريفر ستوك برايس؟ هيزيد سعره، هيبقى ب 125، هيزيد سعره هيبقى ب 125، تمام. طيب يبقى ده بالنسبة للبريفرد ستوك. طيب احنا كنا بنحسب الايه البرايس بالنسبه للبريفرد ستوك، لكن لو احنا واحنا كانت المعادله بسيطه ان البرايس بالنسبه للبريفرد ستوك ايكوال ايه، ايكوال الدي على الكي. اذا عندي 3 متغيرات، لو اديتكوا 2 منهم انت هتجيبوا متغير الايه التالت، وبالتالي لو انا كان عندي الديفيدند وعندي البرايس هل ممكن اجيب الكي؟ الكي هتساوي الديفيدند على البرايس. وبالتالي بيقولي لو تمرين assuming ان annual preferred stock كان الديفيدند 10 and the price للبريفرد ستوك كانت 100، هاتيلي required rate of return الكي، فالكي هتبقى الديفيدند على البرايس، هيديني 10%. A higher market price provide quite a decline in yield، هيؤدي الى ان ايه، ان كل ما سعر السوق هيزيد يبقى ده معناها ان اليلد ماله هيحصل له انخفاض. كل ما يزيد سعر السهم معناه ان الديسكاونت ريت او اليلد ده كان منخفض، تمام. وبالتالي لو احنا قلنا ان سعر السهم كان ب 130 بدل ما هو 100، يحصل ايه للكي؟ هينخفض عن 10%، لان احنا قلنا في inverse relationship between the required rate of return والprice، يزيد معدل الخصم ينخفض السعر، يقل يعني لو زاد السعر هينخفض معدل الخصم، لو قل السعر معناه ان زاد معدل الخصم، يعني العلاقة عكسية. نخش بقى على السهم اللي هو الكومن ستوك. الكومن ستوك interpreted by the shareholders as the present value of an expected stream of future dividend، برضو
هيبقى ال stock price الديفيدند ده. طيب على هيكون الستوك سعره ده، هو طيب عبارة تعال عن نشوف الديفيدند present value للكاش valuation from model يرتب النموذج اللي عليه اللي هي استخدمه ايه، باستخدام يرتب ايه عليه توزيعات الأرباح. الديفيدند، هنلاقي توزيعات برضو ان الأرباح. البرايس لكن هو برضو بالنسبة perpetuity للستوك دائم، ملهوش common the stock، end of the هي عبارة عن ملهوش present value maturity، يمين ملهوش للديفيدند. بس maturity زي الديفيدند هنا common زي ما هي preferred ثابتة، stock. هي مختلفة، أو توزيعات the الأرباح ultimate مختلفة من value سنة of any للتانية. holding وبرضو هنا هنقسم على بالنسبة لل preferred stock during the distribution اللي of هي اللي earning هي كنا من دي is a present form value of of dividend dividend payment. P1 The multiplied earning 1 must be divided 1 translated into plus cash K flow for the اللي هي K بقى ال stockholders. equity طبعا ال dividend هي للكومن عبارة عن ستوك كاش ان. فالتانية كانت K لل preferred stock، هنا ال K ان كل سهم ليه معدل عائد مطلوب، فهنا ال K لل common stock. تمام، وبنجيب معدل خصم على حسب الايه، على حسب الفترة اللي جاي فيها، يعني جاي في السنة الأولى غير اللي في السنة الثانية وهكذا إلى ما لا نهاية من السنوات. طيب بيقول لي حيث إن الـ PO اللي هي Price of Stock Today والدي كلها سواء كانت D1 أو 3 أو كانت دي الديفيدنت ومختلفة من سنة للتانية غير الكومن ستوك اللي بتبقى توزيعاته ثابتة. أما الـ KE ده required rate of return للكومن عشان يفرقوا عن البريفرد، بقيت ده KB وده KE اللي هي الإيكويتي، وهو نفسه required rate of return ده discount rate. تمام، طيب بيقول لي إن الفورمولا اللي هنستخدمها عشان نحسب بيها الـ stock price هنختلف من حيث إذا هل في حالة no growth للديفيدند، ولا في constant growth in dividend، ولا في variable growth in dividend، ولا كان في اختلاف في معدل نمو توزيعات الأرباح دي. يعني هيكون مفيش growth، يعني توزيعات الأرباح ثابتة من سنة للتانية، ولا كان constant growth كان في زيادة بمعدل ثابت، يعني مثلا أقول إيه زادت الأرباح كانت ب 8% بقت 10 بقت 12. خدوا بالكم كل مادة بتزيد ب2% بمعدل ثابت، ولا كان في variable growth كان في معدل نمو بس متغير، مرة زادت ب2% مرة زادت ب3% مرة زادت ب5 مرة زادت ب10، فدي بنقول عليها variable growth. يبقى عندنا ثلاث أنواع من التوزيعات الأرباح، وبناء عليها كل نوع هيديني طريقة في الحساب. أولا لو احنا اتكلمنا كده القانون الجنرال فالويشن بالنسبة للكومن ستوك، هنلاقي انه بياخد الشكل اللي هو بنجيب طبعا انا هديك شكل تاني اهو. طبعا المفروض ان احنا بنجيب قيمة توزيعات الارباح اللي هي من سنة لاخرى تمام الى ما لا نهايه من السنوات، وبنجيب لها present value الى ما لا نهايه. في النهايه هتديني الشكل الاخير هو الشكل ده. اهو ده القانون العام، ده القانون العام للتوزيع للكومن ستوك عشان احسب البرايس. فالبرايس بيساوي ايه؟ بيساوي D1 divided ال KE على ال G. يعني خلينا في القانون ده، سيبوك هو كان بيشرح ان ازاي توصلنا في الاخر للقانون ده شكل القانون النهائي اللي احنا بنطبقه عشان نجيب الستوك او الكومن ستوك برايس. عبارة عن الكومن ستوك برايس بيساوي ناخد الديفيدند بس D1 معناها ان ال expected dividend in the next year اللي هو توزيعات الارباح السنة الجاية او السنة القادمة، وال KE هي required rate of return اللي هي discount rate. أما ال G هي دي ال growth rate اللي هو معدل النمو في الأرباح الموزعة. يبقى ال G هو ال growth rate أو بنقول عليه ده exceeds the growth rate، زي ما احنا قلنا ده ال growth rate أو المعدل النمو في الأرباح الإيه الموزعة. أما ال K فيها discount rate أو هي نفسها اللي required rate of return. أما الـ D1 فهي دي عبارة عن إنها الـ إيه؟ الـ expected dividend expected at the next year في السنة الـ إيه القادمة. الـ PO هو الـ stock price today النهاردة سعر السهم كام، بشوف متوقع الأرباح الموزعة العام القادم كام،
واقسمها على الفرق ما بين ال required rate of return وال growth rate او معدل النمو في الارباح الموزعة. طيب تمام، فهنا بيقول لي ادي الدي 1 هي الديفيدند ات ذا اند اوف ذا فيرست يير، اللي هو التوزيعات الموزعه في نهايه العام، في نهايه العام يعني بعد مرور سنه. والكي هي ديسكاونت ريت او ريكوايرد ريت اوف ريتيرن، والجي هي معدل النمو الارباح الايه الموزعه، هي الجروث ريت. طيب هل انا ممكن اجيب الدي 1؟ يعني هو لو اداني الديفيدند توداي، اداني الارباح الحاليه، اقدر اجيب التوزيعات اللي هي في نهايه السنه او بدايه السنه القادمه؟ ان انا اخد دي او اضربها في 1 زائد جي اللي هو في 1 زائد معدل النمو، اقدر اجيب توزيعات العام القادم. يبقى اذا لو ما ادانيش توزيعات العام القادم واداني توزيعات العام الحالي، هاخد توزيعات العام الحالي اضربها في 1 زائد جي. تمام، بعد سنة هيبقى هضربها في 1 زائد جي الباور 1، بعد سنتين هضربها في ملتبلاي 1 بلس جي باور 2 وهكذا. تعال نشوف تمرين بيقول لي إذا كانت ال دي 1 اللي هي الاكسبكتد ديفيدند التوزيعات الأرباح المتوقعة 2 دولار، وإن الكي كانت ب 12% وان الجي كانت ب 7%، فبيقول لي احسبي لي الاي كومبيوتد للبي 0 اللي هو ال common stock price today، هتساوي ايه؟ هتساوي دي 1 على كي ماينس جي. دي 1 اللي هي قلنا ال expected dividend، وهو مدهني جاهزة لان هو اللي قال لي ان expected انها كذا، على الكي اللي هي 12% ماينس الجي اللي هي 7%، هيديني في الاخر سعر السهم كام؟ كومن ستوك ب 40 دولار. واضح؟ المعادلة الرئيسية كانت دي، بسم الله، هي دي بي بتساوي دي 1 على كي ماينس جي. طب لو هو كانت الدي 1 عبارة عنها ايه؟ انها دي اوف 1 بلس جي، لو هو كان الجي ب 0 يبقى كأن الكومن ستوك كأنه بريفرد ستوك تمام. هيبقى البرايس بالنسبة لكومن ستوك هو دي او على كي على طول، لان مفيش جي. لو مفيش جي هتبقى الكومن ستوك زي البريفرد ستوك. بنحسب البرايس ازاي؟ بناخد الدي على الكي على طول. طبعا البي هي البرايس اوف كومن ستوك، والدي او هي الكرنت انيوال كومن ستوك ديفيدند، ودي بتبقى كونستنت لان بيقول لي مفيش جروث، و required rate of return اللي هو مين؟ هو اللي هو K. يبقى إذا بحسب هنا الإيه؟ يديني المثال بيقولي لو عرفتي إن توزيعات الأرباح today الـ DO بـ 1.86 وإن الـ K كانت بـ 12%، the price of the stock would be كام؟ هنحسبها، هتبقى دي على K على طول، لأن هو بيقولي إن هو مفيش no growth، no growth. يبقى إذا هيكون ده القانون، دي على كي. بس كي هي required rate of return بالنسبة للكومن ستوك. طيب افرضوا لو كانت negative growth، يعني الأرباح كانت بتتناقص، هتبقى قانون ايه؟ ال price بيساوي دي او في 1 minus ال جي على كي بلس ال جي. تمام؟ يبقى إذا لو كان هو بينمو معدل positive كانت بتبقى دي او في 1 بلس جي على كي ماينس الجي. طيب لو راحت جي بماينس، يبقى اذا هتغير الاشارات، البلس اللي في البسط هتخليه ماينس، والماينس اللي في المقام هتخليه بلس. تمام، وادي قانون ازاي ان انا احسب الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، اللي هو عباره ان انا باخد الديفيدند اللي شفته على الكومن ستوك برايس بلس الجي بلس الجروس، يديني الايه required. لما يكون الريكوايرد هو المجهول هنا او عايزين نحسبه، فاكرين في الحاله دي فضل هو كان هنا 40 دولار، هيفضل برضو 40 دولار، ما زادش ولا حاجه، هنا كان 40 وده 40، بس هنا عشان كان ايه مفيش نمو للاثنين، لكن ده في 40 دولار ان كان في نمو بكام؟ ب 7.5،
لكن فضل سعره 40 دولار، ما تغيرش. ليه فضل سعره 40 دولار؟ علشان كان ال ROE equal ال K، لكن هنا ال ROE أكبر من ال K فحقق زيادة في سعر السهم. تمام، يبقى إذن العبرة هنا بالنمو، عشان يجيب تأثيره لازم يكون النمو في ظل إن ال ROE أكبر من ال K. عشان نجيب الـ value of growth opportunity اللي هي قيمة إن يبقى فيه فرصة للنمو، إن طالما في جي، طيب الـ value للنمو ده إيه؟ إن إحنا نجيب سعر السهم before growth وسعر السهم after growth ونطرحهم من بعض، هيديني حاجة اسمها الـ value of growth opportunity اللي بديها رمز اللي هي الـ PVGO اللي هي present value للـ growth opportunity، ما هي القيمة الحالية لفرصة النمو. فبيقول لي الـ value of assets بالنسبة للشركة اللي هي growth prospect كانت 40، بينما كانت ده كان 40 اللي هو كان في حالة ان هو with no growth، اما بقى لما بقى فيه نمو حققت سعر كام؟ 57.14، وبالتالي ان هي كانت بنو جروث كانت 40، with growth كانت كام؟ ب 57.14. تمام، يبقى اذا عشان نحسب انها ايه فرصة النمو، ان احنا ناخد سعر السهم بعد النمو ماينس سعر السهم بدون النمو يديني الفرق، هو ده ال present value growth opportunity. دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نطبق القانون ده، ان احنا نقول دي اوف 1 بلس جي على الكي ماينس الجي اللي هو القانون العادي اللي بنجيب بيه سعر السهم، بس ماينس الاي 1 على الكي. مين هو الاي 1؟ الايرننج على الكي اللي هو required rate of return للسهم. يبقى اذا عشان نحسب البي في جي او اللي هو ال present value growth opportunity، يا اما نحسبها ان احنا نجيب سعر السهم with growth ماينس سعر السهم without growth يديني present value of growth opportunity، أو طريقة تانية نطبق في القانون ده، ناخد ال D of multiply 1 plus G على ال K ماينس ال G ماينس ال A ال E 1 على ال K. ال E اللي هي ال earning، طبعا ال G هي النمو. قلنا ال G بنجيبها ازاي؟ نضرب ال ROE في ال A في ال K. تمام، يبقى بكده احنا عرفنا ازاي نجيب ال common stock price سواء في حالة ال no growth. no growth يبقى دي على الكي بس، اما في حالة لو في growth هيبقى ايه؟ بنقول ال دي 1 ال دي اوف multiply 1 زائد جي على الكي ناقص الجي، او ده لو كان مديني ال current dividend. اما لو كان مديني ال هنا بيوريني الشكل ده expected dividend اللي هي دي 1، يبقى دي كلها دي 1. يعني دي 1 بتتحسب ازاي؟ دي اوف 1 بلس جي. تمام، الشكل ده بيقول طبعا هنا بيبقى انه حسب في السنه الاولى في السنه الثانيه وهكذا. فاذا ده دي او بلس جي على الكي ماينس الجي، ده اللي هو هنا بيقارن ما بين شركتين، في واحده ماينس الاي انفستمنت ري انفستمنت، عشان ده هي دي عشان هي البريزنت فاليو اللي احنا احتاجنا نطرح منها دي، بس الجزء ده بس اللي هو الايه ستوك برايس نطرح منها اي 1 على الكي، وبالتالي هتبقى لو ري انفستمنت. يعني لما تحتاج ارباح قليله يبقى اذا
اقل في الري انفستمنت للايه، للارباح اللي احتجزتها، ودي هاير من الري يبقى انفستمنت ناقصنا، يبقى احنا اللي شفنا هي هنا جروث الشركه اللي هي وشفنا هنا احتجزت ارباح جروث، نشوف هتيجي بقى لو كان مثلا في دي احتجزت اكتر من 85% جروث من يعني ارباحها، اللي وزعت هو بس مالتي 20 ستيج، دي جروث. لا دي دي دول هنخليها في الانفستمنت دي المحاضرة وزعت ال الجاية، 80% واحتجزت بس تمام؟ 20. عايزين نشوف تأثيره ده على البرايس بالنسبة لسعر الايه السهم ده، الديفيدند بير شير، ودي الايه ده البرايس. هنلاقي عندنا هنا ان الشركة اللي وزعت اللي هي احتجزت ارباح قليلة وكان فيها low reinvestment، هنلاقي ان سعر السهم اقل من الشركة اللي هي احتجزت high reinvestment، لان احتجزت ارباح اكتر فوزع يعني استثمرتها، حصل هنا زيادة في سعر الايه في سعر السهم. واضح ده؟ طبعا يتوقف على حاجة مهمة جدا، ان high reinvestment increase stock price، بس في حالة واحدة بس، ان يحصل ان الجي تجيب تأثيرها وتزود سعر السهم حالة واحدة بس، قلنا الشرط ان ال ROE تكون more than ال K، ال ROE تكون more than ال K، لكن لو كانت هي اقل من ال K يبقى اذا هنا ما لهاش تأثير. واضح؟ يبقى العبرة بانها تكون ال ROE